بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء. إن شاء الله اليوم راح نبلش بمسائل الفصل الثالث. إن شاء الله راح تكون تفصيلية أكثر من اللازم حتى نذلل الصعوبات أمامكم، ولا حد يقول الفصل الثالث صعب. إن شاء الله هو مصعب، أنا حجيبه من بدايته لنهايته وبالتفصيل، فأي بس يراد معتكم شوية خلق. يعني طلابي أنا هاي دائما أقولها، هو أنت اللي قبل مصلحة، يعني أنت هاي مصلحتك، فأنت اللي تصبر على نفسك، مو أنا اللي أقول لك. زائداً أنت اللي تقول يا رب الأستاذ يصبر علي ويطول خلق وياي، فأني أقول لك اطمئن، أنا مطول خلق، أريدك أنت تطول خلق ويا نفسك وتعلم نفسك على التعب، لأنه التعب هو الشيء الصحيح اللي لازم يحصل بحياتك. ليش؟ لأنه أنت من تتعب هذا التعب راح يتحول إلى فد شيء داخلك، فد أسلوب حياتك، إنه أنت متعود على تعب، فوين ما نخليك راح تنجح. فيا رب التوفيق أينما كنتم، والنجاح بالاختصاص إن شاء الله. يعني الله من يرزقك اختصاص معين، أتمنى أن يرزقك وأرجو أن يرزقك وأدعو أن يرزقك النجاح في هذا الاختصاص. بسم الله توكلنا على الله. أوصيكم بالطلاب عيد بالخلق والصبر، والله الفصل سهل وراح تشوفون. صلوا بينا على النبي. الفصل اسمه دوائر التيار المتناوب. الفصل اسمه دوائر، احنا بس اول محاضرتين شويه حتكون مفصله وبعدين يمشي سلس جدا. دوائر التيار المتناوب، ماشي. يعني الكلام هنا عن التيار الكهربائي، يا نوع منهم التيار الكهربائي المتناوب، يعني الكهرباء المتناوبة، يعني الكهرباء المتغيرة، يعني التيار الكهربائي المتغير مو ثابت، مو اللي مر علينا بالفصل الأول التيار المستمر، ماشي. ما راح نخوض بالشرحيات ونطبع التفاصيل مال المسائل. احنا التيار الكهربائي حبيبي المتناوب، انت منين تجي؟ قال اني اجي من خلينا نعرفه، هو تيار متغير دوريا مع الزمن. هو تيار متغير دوريا مع الزمن، زين، من حيث شنو؟ بين قوسين متغير الشدة والاتجاه، يعني المتغير بالشدة مالته والاتجاه. طلاب كلمة الشدة يعني المقدار، إذن هو تيار متغير المقدار والاتجاه مع الزمن. حلو. ومصادره يعني المصدر مالته، مصادره هي المولدات الكهربائية. هذا جهاز اسمه المولد، ماكو واحد مسامع بالمولد، نسحب من عنده احنا الكهرباء المولدة، المولدات الكهربائية، زين. هذا التيار قلنا شبيه متغير دوريا مع الزمن، مثل البندول. هسه تقولوا ما نعرف بندول، سهلة. إذا عندنا هذا الحائط سقف، يعني العفو السقف، وجبنا حبل ربطناه خيط مثلا وربطنا به طوبة، ماشي، سحبنا هاي الطوبة على جهة وعفناها، ايش حيصير بها؟ راح تصير تتأرجح ذهابا وإيابا، يسموها الأرجح ذهابا وإيابا. كذلك التيار المتناوب يتأرجح ذهابا وإيابا في الدوائر الكهربائية، مثل كرة البندول، مثل المرجوحة عمي، ذهابا وإيابا. من اللي يسوي التيار الكهربائي؟ شوف هسه احنا من نجي، هاي أني دا أسوي شنو؟ دا أدفع أحد شخص أسحبه وأتركه يتأرجح ذهابا وإيابا، فأني يسموني المصدر، تمام. كذلك راح يصير هيك، وين المولد؟ المولد هو، شوف هرسم لكم هنا وبعدين اطب التفاصيل. الدائره الكهربائيه، الدائره كلمه دائره كهربائيه يعني اسلاك، ها، ومصدر. اذا المصدر هو مصدر للتيار المتناوب، طبعا راح تعرفون هذا الرمز فد شويه مبدئيا، خلينا بس نقول هذا مصدر للتيار المتناوب اللي هو هذا المولد، فد شويه تعرفون رمز مالته ليش هيك. هسه مبدئيا طلاب باتفاق قول استاذ ماشي راح نتحملك، هذا هو شنو؟ مصدر التيار المتناوب اللي هو المولد، شو نسميه؟ نسميه مصدر التيار المتناوب، زين. شبيه هو بمثابة هذا الشخص، راح يخلي الشحنات، شو تسوي طلاب؟ خلينا نكبر مثلا مقطع السلك بهذا الترتيب، حيخلي الشحنات تروح وترجع ذهابا وإيابا، هو راح يلزمها يتلاعب بالشحنات منا ومنا منا ومنا، زين. شلون؟ بسم الله.
ندخل على التفاصيل. من هو مصدر التيار المتناوب؟ قلنا المولد. تحملونا زين. المولد طلابنا يجي من ايش؟ يجي من قطبي مغناطيس قوي. هاي التفاصيل ما مطلوبة عندكم بس تفهموها. قطبي مغناطيس قوي زين. المهم هذا قطبي مغناطيس قوي شمالي وجنوبي. هاي خطوط المجال المغناطيسي ماشي. إذن هاي هي كثافة الفيض المغناطيسي. راح نربط بالفصل الثاني. هو الربط أصلا من الفصل الثاني. الربط بالفصل الثاني. إذن هذا هو المجال المغناطيسي أبو كثافة الفيض. زين. راح نخلي بهاي منطقة المجال المغناطيسي راح نخلي ملف. هذا الملف سواء كان مستطيل أو دائري أو مربع، المهم ملف ذو عدد من اللفات. بعود أروح وارجع، يعني هاي لفات مكون من عدد من اللفات. نهاية هذا الملف طبعا هذا راح يكون مولد ببساطة هيك فكرته. زين. هاي الطرف، هذا الطرف يلحموه بحلقة، وهذا الطرف يمرروه قبل يودوه على حلقة غيرها ماشي. هاي اللحم هنا، وبعدين هنا يخلون فرشاتان من الكربون، فحمات تستلم الكهرباء. هاي وحدة، وهنا يخلون لخ فرشات أخرى ومربوط بها كهرباء، أسلاك توصيل يعني وايرات. حلو. إذن هاي هي دائرة التيار المتناوب الخارجي. هاي دائرة كهربائية، هاي هي الدائرة الكهربائية، هاي هي الدائرة الكهربائية اللي راح يمر بها تيار متناوب اللي مصدره المولدات. هم ماشي. هذا ملف مساحته أي، والمساحة مساحة اللف والملف كله موضوع وين؟ في مجال مغناطيس. والملف ذو عدد لفات N. فطلابنا والله العظيم كل سوالف الحث الكهرومغناطيسي متوفرة، كل سوالف الحث الكهرومغناطيسي بها موجودة. يعني ملف موجود في منطقة مجال مغناطيسي وبه مساحة وبه عدد لفات، بقى بس شغلة واحدة نحرك هذا الملف. طلاب كثافة الفيض المغناطيسي ثابتة، كثافة الفيض المغناطيسي ثابتة، عدد اللفات ثابت، المساحة ثابتة. راح نلزم هذا الملف ندوره، هذا الملف راح نلزمه ندوره تدوير ماشي. نتخيل انه اله هنا اكو يد هنا عتلة، نلزمه من عندها وندوره للملف. فندوره بسرعة مو خطية وانما سرعة زاوية. افهمكم يعني وكأنه هذا الملف راح ارسمه ببساطة، هي ترسمه. هذا هو الملف، تخيلوه يابا كان موجود على محور اكس، دورت للملف بسرعة زاوية بمكانه، لأن هو ما حد يناسبنا غير دورانه في مكانه، يدور الملف في نفس المكان دوران. فمن يدور الملف طلاب، واو هذا الملف حيبدي يدور، منو يتغير؟ تتغير الزاوية تمام، لأن هنا هو عده متجه مساحة، فتتغير الزاوية. وحدة وحدة خلوا ببالكم، تذكير سريع عمي خلنا نطول خلق. تذكروا من كنا نقول الفيض المغناطيسي، هاي حنجيب هنا تقريب حلقة بالفصل الثاني، هذا هو متجه مساحة الحلقة، و خلينا نجيب حلقة أخرى حتى أوصلكم الفكرة. زين هذا هو متجه مساحة الحلقة. إذا أجى مجال مغناطيسي إذا يخترق هاي الحلقة هيج، فهذا المجال المغناطيسي اللي هو كثافة فيضه بي يصنع زاوية ويا من؟ ويا متجه المساحة. هاي هي الزاوية. زين فالملف هذا له وجه او له متجه مساحه تمام. من يدور يتغير متجه المساحه، يعني تتغير الزاويه المصنوعه بين متجه المساحه وكثافه الفيض، تتغير الزاويه المصنوعه بين متجه. اذا باختصار شديد في حاله الملف تتغير الزاويه، في حاله الملف يعني احنا مو قلنا الفيض المغناطيسي فاي صب بي تساوي بي اي كوساين ثيتا، هاي اخذناها بالفصل الثاني، لما تتغير نحسب قوة دافعة كهربائية، وهاي لما تتغير نحسب قوة دافعة كهربائية. بس بقت هاي اللي يذكرون واللي مضبطين واللي خوش طلاب واللي ملتزمين واللي متفرجين محاضرات الفصل الثاني راح يعرفون انه وين تغيرت عندنا الزاوية. تغيرت في حالة لما اشتقينا القوة الدافعة الكهربائية المتناوبة جاذبية الموجة، صحيح؟ زين فهناش راح نكتب في حالة دوران ملف المولد اللي هو ذو عدد اللفات N
والمساحة أي، زين وين يدور؟ في مجال مغناطيسي منتظم، وطبعا بي كثافة فيضه بي منتظم يعني ثابت مرتب، وبسرعة زاوية هسه فهمكم عليها بالتفصيل منتظمة اللي هي أوميجا، تتغير الزاوية ثيتا. ماشي طلاب، سبق وين قلنا ونرجع نعيد لأنه هنا عندنا شغل مفصل. قلنا إذا عندنا سيارة صغيرة مثلا، ماشي هاي عجلة، هاي عجلة، هاي سيارة إذا تحركت على محور X فراح تغير مكانها منها مثلا لهنا، فالإزاحة اللي راح تنزاحها اسمها X، والسرعة اللي راح تنطلق بها اسمها V، Velocity بزمن V، خلي أعيدها، Velocity بزمن T. فحتى تحسب السرعة الخطية للسيارة أقسم الإزاحة الخطية على الزمن، بحيث هاي بالمتر والزمن بالسكند، فالسرعة الخطية شنو وحداتها؟ متر على سكند. إذن بشكل عام السرعة الخطية منين تحسب؟ من الإزاحة الخطية على الزمن. حلو، بينما أكو سرعة لخ، سرعة اسمها السرعة الزاوية. هسه فهمكم شنو قصتها قبل لا أكمل القانون. بينما هذا الملف مو مثل السيارة، نوع الإزاحة اللي راح يقطعها طلاب، مثلا خلينا نقول وقف هنا، وقف الملف هنا، وأنا قلت لكم تخيلوا الملف هذا المقطع بالذات، خذوا لنا هذا المقطع من الملف خلينا نشوف شلون يدور، والباقي كله نفس الشيء. هذا المقطع من الملف طلاب، هذا المقطع من الملف شلون يدور؟ يدور بسرعة دورانية أو زاوية. زين مثلا وقف عند لحظة معينة، لقينا ده يصنع زاوية ويا المكان اللي عافه اللي هو محور اكس اسمها ثيتا. فلما ده يتحرك هاي الزاوية ده تكبر، مثل من هاي السيارة من تتحرك فالإزاحة ده تكبر. إذن السيارة تقطع إزاحات خطية بشكل خط، بينما هو إزاحته إزاحة زاوية، بينما هو إزاحته شو اسمها؟ إزاحة زاوية. زين فالسرعة الزاوية، السرعة الزاوية شلون البنكة تتحرك بسرعة زاوية؟ السرعة الزاوية تنحسب مو من الإزاحة الخطية، وإنما من الإزاحة الخطية، آسف، وإنما من الإزاحة شنية؟ الزاوية على الزمن. زين إذا أكو شيء اسمه سرعة زاوية رمزها أوميجا مو دبليو، أوميجا لأن هذا حرف لاتيني، دبليو إنجليزي. منو الإزاحة الزاوية؟ إزاحة الزاوية هي ثيتا، منو الزمن؟ هو تي، بحيث أنه هاي الإزاحة الزاوية طلاب، الزاوية أو الإزاحة الزاوية تقاس بوحدات الراديان، وهاي بالسكند. وليكن معلوما طلاب الزوايا، خليها ملاحظة ببالكم، هاي ملاحظة مرتبة خلوها ببالكم. بسم الله ما شاء الله، من أقول لك الطول يجي لو بالمتر، لو بالسنتيمتر، لو بالمليمتر. حلو، فمن أقول لك واحد متر معناها 100 سنتيمتر، فكو اختلاف بالمتر والسنتيمتر. فالزوايا طلاب ترى هم لها وحدات، الزاوية تنقاس لو بالدرجات مثلا 90 درجة أو وحدة أخرى، وحدة قياس. الزوايا تقاس بوحدات الدرجات بالتقدير الستيني، الدرجات مثلا 90 درجة أو راديان. زين 90 شي قابلها 90؟ باي على 2، يعني على صفحة هنا مسودة. من عندي 90 درجة، هاي شو تكافئ؟ تكافئ باي على 2. ليش تغير الرقم؟ ها مو هاي بوحدات أخرى، أخاف ما حد قال لكم. ليش التوبا، ليش ال 360 تكافئ 2 باي؟ ها مو هاي بوحدات الدرجات، هاي بوحدات الراديان. فهاي الراديان طلاب، خل اختم يلا، من اقول لك الوحدات المناسبه للطول، الوحدات الاساسيه للطول هي المتر مو سنتيمتر ولا المليمتر. فكذلك الزاويه صح هي تنقاس بالدرجات وبالراديان، لكن الوحده الاساسيه هي الراديان. اذا السرعه الزاويه مو مثل السرعه الخطيه، السرعة الخطية تقاس بالوحدات المتر على السكند، هاي تقاس بوحدات شنو؟ راديان على السكند. حلو، فنوع السرعة اللي راح يعني يتسارع بها الملف هي سرعة زاوية. فأنا قلت لك في حالة
دوران ملف المولد أو اللفات N والمساحة أي في مجال مغناطيسي كثافة فيضه B. خوش. وبسرعة زاوية منتظمة أوميجا تتغير الزاوية. زين. إيش راح يصير؟ حسب قانون فرداي فإنه هاي تكملة. حسب قانون فرداي في الحث الكهرب مغناطيسي الفصل الثاني كل شيء متوفر سوف تتولد، ماكو شيء يمنع من تولد قوة دافعة، سوف تتولد قوة دافعة كهربائية محتثة في الملف وهي كما يلي. هاشتقها نحتاجها، ما مطلوب اشتقاق منكم طلاب. الفيض المغناطيسي احنا نعرفه فاي صب بي يساوي بي اي كوساين ثيتا. الثيتا هياتها اذا اقدر ارتبها، اذا اقدر ارتب الثيتا، ثيتا في واحد ثيتا شو تساوي؟ اوميجا تي. ليش سوينا هيك؟ لان اكو تغير مع الزمن. زين. فالفيض المغناطيسي راح يكون شكله اليوم مر علينا هذا الشيء بالفصل الثاني، تمام؟ بي اي كوساين اوميجا تي. ماشي استاذ قول افتهمناك، هاي شو نسوي بيها؟ هنروح نستخدم قانون فاراداي في الحث الكهرومغناطيسي اللي هو مال الملف سالب ان دلتا فاي صب بي على دلتا تي، ونروح نعوض. يلا تعالوا نعوض. اي اندكشن اللي راح تتولد بالملف لان كل شيء متوفر سالب ان دلتا على دلتا تي نزلها وفك الفيض، فك معادله الفيض. الفيض شو يساوي؟ بي اي وساين اوميجا تي. حلو، سد القوس الكبير وتساوي يعني القوه الدافعه الكهربائيه تساوي سالب ان دلتا بي على العفو البي برا، البي ما تتغير ولا المساحه، وانما اللي دي يتغير دلتا على دلتا تي اللي دا يتغير الزاويه، لذلك الدلتا راح يعبر على الكوساين كلها، كوساين اوميجا تي هاي هي الزاويه هي اللي قاعده تتغير. ماشي. فالاشتقاق راح يكون كالاتي: اي اندكشن تساوي سالب ان عوفها وبي واي مشتقه الكوساين بالنسبه للزمن سبق وان قلنا سالب ساين اوميجا تي في مشتقه الزاويه اوميجا. اذا الشكل النهائي اي اندكشن تساوي نواب، يعني هاي الدبليو اخذناها يم ذولا، سالب راح ويا سالب ضرب ساين حلو اوميجا تي. طلع انتبهوا لي على هاي المعادله، راح نبدي ننطلق. اذا هاي هي القوه الدافعه الكهربائيه المحتثه المتولده في ملف المولد، المتولده في ملف المولد. بالترتيب احنا قلنا هاي الكميه، او اذا ما قلنا خلينا نقول احنا قايليها، بس مشكله الطالب اللي تو ما متابع هذيك المحاضرات لازم نعيد للحكي. هاي النواب الكلمه كلها سميناها قوه دافعه عظمى، هذا الحروف كلها. فالاي اندكشن حيصير شكلها اي ماكس ساين اوميجا تي. حلو تبو يعني هاي القوه الدافعه الكهربائيه يا طلاب ما دام بها داله الساين اذا هي قوه دافعه مو ثابته. ليش؟ تتغير جيبيا مع الزمن، تتغير جيبيا، دالة الساين اسمها جيبيا مع الزمن، فتتغير من صفر إلى قيمة عظمى وتنزل وتصعد وهكذا، فيسموها تتغير جيبيا مع الزمن، إذا قيمتها مو ثابتة. حلو، إذا هاي هنا على محور واي هي الإي اندكشن. شبيها الإي اندكشن تصعد وتنزل، باو تصعد تنزل تصعد تنزل. حلو، لها قيمة صفر واحد اثنين ثلاثة ولها عظمى وتنزل. فهاي القوة الدافعة الكهربائية لها قيمة عظمى وباقي التغيرات هي تغيرات جيبية مع الزمن. يا رب تفهموني. ماشي. اليوم بالفصل الثاني الثالث طلاب تبو يمي، احنا بالفصل الاول فرق الجهد كنا نسميه دلتا في، بالفصل الثاني تحولت الدلتا في الى اي اندكشن كلها، اليوم بالفصل الثالث راح تتحول الى في فقط. ففرق الجهد اليوم هاي معادلة، هاي قوة الدافع الكهربائية، هاي فولتية صح؟ فولتية أو فرق جهد. فلم ما دام طبينا لفصل جديد لازم نغير الشكل، فراح اليوم نسميها بالفصل V، وهاي راح نسميها V ماكس بس N بس M
والباقي طبيعي ساين أوميجا تي. إذن هذا هو دخولنا للفصل الثالث. هاي المعادلة إنه الإي إندكشن حتسمى في إندكشن أو في إنستانتينياس فولتية متغيرة، وهي الإي إندكشن فولتية متغيرة، فتسمها الفولتية الآنية تساوي الفولتية العظمى ساين أوميجا تي. ونفس الأساس راح الفولتية، طبعا طلاب الفولتية هي قوة الدفع للشحنات، فكيف ما تكون القوة الدافعة يكون التيار. انتبه يمي، هي القوة الدافعة مو هي اللي تدفع الشحنات، فإذا هي القوة الدافعة تصعد وتنزل، فمعناها الشحنات صاعدة نازلة، فمعناها التيار صاعد نازل، فكيف ما تكون معادلة الفولتية تكون معادلة التيار. إذن التيار الآني يساوي التيار الأعظم ساين أوميجا تي على نفس الميزان. هذول يا طلابنا راح نسميهم معادلتي الفولتية والتيار، معادلتي الفولتية والتيار الخارجة من المولد. يعني قصدك استاذ هذا المولد حاليا من يدور ويشتغل ينطي يطلع من ملفه فولتية وتيار؟ اي نعم، يطلع من ملفه فولتية وشنو وتيار. شلون نستلمهم؟ يتم استلامهم عن طريق هذه الفرشاتان الملامستان للحلقات. إذن يا ميت هلا يا معودين، وينكم صدوق كذب؟ إذن جت الفولتية وجت تيار، والفولتية تكفخ بالتيار تدفع به، فهاي هي دائرة تيار متناوب. هاي قدامكم هسه اسمها دائرة تيار شنو نوعه؟ متناوب. ليش؟ لأن جاي من المولد. فيا حبايبي أنا خماض كل مرة أرسم هذا المولد، هسه راح أعطيكم رمز بسيط نمشي عليه. المهم إذا أقول هاي الدائرة إذا أغلقت، إذن يمر عندنا تيار باعه طلع بس باعه 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 يروح باعه شوف ويرجع شوف 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 الترتيب ما تباعه، ويجي من هنا ويدخل طبيعي تمام، وبعدين يرجع بالعكس عادي. ليش؟ هاي شغلة آلية، لأن الملف يدور يدور ينعكس تمام، هكذا سالفة اتجاهات ما مطلوبة من عندكم. تمام شبابنا؟ زين وكتقرير حتى نتعب على الفصل ونضبطه، صلوا على النبي وسبحوا بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله استغفر الله، وانتظرونا ثوان. شوفوا لما أنا دورت الملف، خلي اسكت احسن، واو قلت لكم هذا الملف لو تخيلناه انه يدور ايش تتوقعون ايش راح ينطي؟ من يدور هذا الملف راح ينطي قوه دافعه كهربائيه شكلها هذا تمام. كتبسيط حتى توصل الفكره، تبوا طلاب تخيلوا هذا هو الملف انها راح يدور، شوفوا من يدور شنطي انت قوة دافعة تتغير جيبيا مع الزمن. حولوا هذا الرسم قبال هذا، انت قوة دافعة تزيد وتقل تمام، وينعكس اتجاهها لانه هو اصلا يدور يدور، هي تصعد تصعد للربع تنزل، ينعكس هو يصير بالسالب هي تصير بالسالب. ليش؟ لانه طلابنا هو، تعالوا خلينا نعيده، من هو يدور من الصفر لحد ربع دورة ينطيك ربع دورة للفولتية. هاي خلينا ندرس تفاصيل من هسه حتى نصير نتقوى. اذا من هو الملف دار سوى ربع دورة بالدائرات تمام، انطاك موجة فولتية، فولتية تتصاعد من الصفر الى اعظم قيمة يسموها ربع موجة. اذا هذا الربع الاول من الفولتية، هذا الربع الاول من الفولتية يكافئ هذا الربع، من حيكمل هو ربع ثاني هي حتكمل الربع الثاني. هذا وكأنه طلاب شنو الملف كان هيج قايل صعد 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 صار هيج. ليش؟ لأن الملف من كان هيك بموازاة الخطوط، حتفهموني ها، خلينا نقول هيك كان بموازاة الخطوط سوى صعد صعد، هي صعدت، فالخطوط مال المجال المغناطيسي هسه حاليا في أعظم قيمة اخترقه. طاعوا علي، كان الملف هذا الملف كان هيك، فالخطوط ما تخترقه، فماكو قوة دافعة كهربائية صفر كانت. بدا الملف يدور يدور يدور، هي شو يصير بيها؟ باعوا، هي شي يصير بيها تصعد تصعد تصعد، القوة الدافعة المتولدة تزيد تزيد لحد ما وقف الملف هنا، وقف صار هيج تمام، حتى تفهموها صار أعظم اختراق، فهي صارت أعظم قوة دافعة، هي طلعت أعظم قوة دافعة. قام الملف يميل، قامت هي تنزل تنزل تنزل،
رجعت صفر هي صارت، هترجع تنزل بقى تنزل تنزل، خليني اميلها، هترجع تنزل تنزل ويا نزوله هو ترجع للصفر. زين خلي نسوي هنا تحديد. تبو يمي بالله هاي العلامه البيضه هاي، يلا هذا الملف كان هذا هو اصله ماشي. سوى احنا نعرف بالرياضيات، انتم تعرفون ما اعرف ولا لا، انه الدائره ايش كم ربع بها؟ بها 4 4، هذا واحد اذن 4. تعالوا وياي منا لهنا ربع، ربعين 3 ارباع 4 ارباع، راح ينطينا شنو؟ حينطينا موجه، ربع اول ربع ثاني خلاص، ربع ثالث ربع رابع. حلو زين، شلون يسوي هاي 4 ارباع؟ تبو طلاب هاي اصل الملف، هذا الاصل مالته، من يجي هذا الربع الاول مالته خلصه، هذا الربع الثاني تمام، هذا الربع الثالث، هذا الربع الرابع، رجع لنفس شكله. انتم مو تدرون الدوره، لازم واحد من يدور من مكان يرجع لنفس المكان. حلو هذا هو معناه، من دار من نقطه قسم دورته اربع دورات، اربع اربع، واحد اثنين ثلاثه اربعه تمام. ونلاحظ مره اخرى ايش نلاحظ؟ انه لما كان هذا شكله الربع الاول موجب ايضا موجب، زين ورا ما خلص ربعين بنظام الرياضيات، احنا عندنا بنظام الرياضيات صعد صعد صعد، بعدين ايش قام ينزل؟ قام ينزل على واي السالب، شوفوا فقلب من بعد نصف دوره، من بعد اكمال نصف الدوره الباقي شنو؟ سالب، كله على محور واي السالب. زين حتى نفهم عندنا اساس بالفصل الثالث، ف باعوا نص كمل خلصه العكس، هو صار بالسالب يشتغل، هي بهم بالسالب تشتغل. هسه ان شاء الله حيكون عندكم اساس لما انا اشرح بهذا الشيء. المهم وين كنت احكي؟ يا رب يا رب ما انسى. كنت اقول انه الملف او المولد هذا بسبب اليه دوران الملف، بسبب فكره الملف انه يسوي 4 ارباع، واحد اثنين، او خلينا نجيبها من ناخ نقول كان هيك، هو واحد اثنين ثلاثة أربعة. زين فبسبب هاي الدوران حيصير انه القوة الدافعة تجي ترجع، تجي تزين ماشي. وكتقريب آخر حتى نمشي بالفصل الصحيح، وتقولون أستاذ كل صار سهل، بس أريدكم بس أول محاضرتين تتحملون التفاصيل بس غصبا عليكم غير مصلحتكم كلاوتشية. هذا هو المولد، خاف ما شايف هذا المولد الصغير، والكبار كبار بعدنا اللي مالات السحب. واو هاي هي فكرة المولد، سبق يمكن نشوفها انا طلابي شلون يشتغل. ملف يدور داخل منطقة مجال مغناطيسي، هاي الكهرباء تستلم من عنده وينطيني شنو؟ واو هذا المؤشر مالته رايح جاي بسبب انعكاسات دورات الملف. زين هاي هي الكهرباء مالته، اسمه تيار متناوب. احنا ليش اسمه تيار متناوب؟ يتذبذب، يعني تيار متذبذب، تيار ما مستقر تمام هيك. وسرعة المؤشر حسب سرعة الدوران مال الملف ماشي. شوف هاي التفاصيل الاخرى، هذا ملف دا يدور، باعوا ايش راح ينطينا؟ بس باعوا باعوا اثناء دورانه ايش راح ينطي؟ باعوا هاي الشاشه راح ينطي قوه دافعه تزيد تزيد تزيد. نرجع ويا دوران الملف اذا منتبهين هناك، هاي تزيد القوه الدافعه تزيد وبعدين تنزل، و شوفوا هاي لمن هو دا يدور هيك شكلها القوة الدافعة او الفولتية اللي ينطينيها او الفولتية اللي ينطينيها وهكذا تمام. هاي لدورة كاملة، هاي الفولتية يسموها لدورة كاملة. زين اذا عنده دوران الملف طلابنا، عنده دوران الملف دورة كاملة، خلينا نجي نقسم هاي هيجي، من يدور منها لهنا شنو يقابله؟ ينطيني فولتية تصعد لهنا. اذا من عند دورانه من هنا لهنا، عند دورانه هي ربع دوره، عند دوران الملف من موقعه ربع دوره، ينطيني فولتيه ربع دوره يعني ربع موجه. زين و من يجي يكمل ينزل، ينزل الملف تنزل القوه الدافعه، الملف يبدي يكمل، هي تبدي تكمل بس بالاتجاه المعاكس. لان طلاب اذا تلاحظون، لا تلاحظون هاي روحته كانت باتجاه هيك، هسه قام هو شو يسوي؟ قام يرجع عكس الاتجاه، فهي هم قامت ترجع بس شنو؟ عكس الاتجاه تمام؟
إذا هاي اسمها فولتية لدورة كاملة ماشي. وهذا التغير طلاب، هذا التغير يا رب تفهموني يشبه دالة الساين، لأن هي أصلا هذا الرسم رسم دالة الساين بالرياضيات، خاف ما حد معلمكم عليه، ترى دالة الساين هذا رسمها، ودالة الكوساين هذا رسمها تبدي من فوق. وأريدكم تتعلمون رسم الموجة الكاملة، من هنا ربع موجة، نصف، ثلاثة أرباع، أربعة أرباع، هاي دورة كاملة، بس هاي دالة الكوساين، هاي دالة الساين. لازم هذا من أساسيات الفصل تعرفون شنو. مرة أخيرة عافية تحملوني، عندنا دائرة بالرياضيات، الدائرة بها أربعة أرباع، من هنا هذا الربع الأول ماشي. في نظام الموجات، هذا الكلام فيك، هذا في نظام الرياضيات والدورات، في نظام الموجات، في نظام الموجات شلون ترسم؟ هذا أول ربع، هذا الربع الأول، هي تصعود، هذا قام ينزل، هاي قامت تنزل، زين هذا شنو تحرك منا لهنا، هسا رجع يكمل عكس الاتجاه، شوف هو راح هسه، هسا رجع، هي أيضا كملناها، هذا الربع الثالث، هسا هذا الربع الأول، هذا الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع، ماشي؟ ماشي. زين نتوكل بالله هسه، اذا نبدا طلاب تركزون هسه اكثر بعد. الفولتيه الخارجه من ملف المولد في الفصل الثالث راح نسميها الفولتيه الانيه، تساوي الفولتيه العظمى ساين اوميجا تي، يعني معناها الفولتيه الانيه تتغير جيبيا مع الزمن ولها قيمه عظمى. حلو، رسمها شلونه؟ هذا هو رسمها، الفولتية الآنية على محور واي راح ارسمها، هاي هي الفولتية الآنية ماشي. ايش بيها؟ تتغير جيبيا مع منو؟ مع الزمن، هاي هي الفولتية الآنية. شلون تتغير جيبيا؟ من صفر وتصعد الى اعظم قيمة وتنزل، ولا اعظم قيمة بالسالب، سالب في ماكس، هاي موجب في ماكس وحسب الزاوية، تمام. هذا هو شكل الفولتية الآنية الخارجة من ملف المولد. وكذلك التيار الآني، التيار الآني المتناوب المتغير الخارج من ملف المولد عبارة عن قيمة عظمى، شوف شلون أقرأها، والباقي يتغير جيبيا مع الزمن. حلو، ورسمه هذا هو رسمه، تيار أيضا يتغير جيبيا مع الزمن، هذا هنا على محور واي التيار الآني، شبيه يتغير صاعد على محور واي، نازل على محور واي، صاعد، وأيضا إلى قيمة عظمى موجبة وقيمة عظمى سالبة، ايضا يتغير دوريا مع الزمن. اذا باختصار هذا المولد ينطيني فولتيه وتيار. تيار المولد شلون طلاب؟ عافيه، هسه نبدي عافيه، راح نوصل لفد فقره مهمه. التيار الخارج من المولد، التيار الخارج من المولد، تيار متغير مع الزمن، تيار متغير مع الزمن، يتغير دوريا مع الزمن بشكل داله جيبيه، بشكل داله يشبه داله الجيب، حتى المعادله محتويه على داله الجيب للدلاله. انا اقول لك داله جيبيه على داله ساينيه، لان هي داله الساين هي داله جيبيه. فما دام المعادلة تحتوي على ساين فهو فعلا يتغير بشكل جيبي مع الزمن، تمام. هذني معادلتي الفولتية والتيار الخارجة من ملف المولد. من نو رايح بعد ما نرسم هذا الرسم كله، ايش راح نقول؟ بما انه هحكيها، بما انه المولد ينتج تيار يتغير جيبيا مع الزمن، فسيتم الرمز للمصدر، شوفوا كنا نرمز للبطارية هيك، هاي البطارية كأن على اعتبار هذا موجب وهذا سالب، وخلوها ببالكم الموجب هو أكبر من السالب، تمام. هاي مبينة دائرة تيار مستمر، هاي مبينة دائرة تيار مستمر، ليش؟ لأن المصدر هو مصدر للتيار المستمر. شلون أرسم دائرة تيار متناوب؟ أرسم موجة صغيرة للدلالة على أنه هذا التيار شبيه متناوب، للدلالة على أن هذا التيار متناوب، وخليها بنص دائرة، إذا نعتبر هذا مصدر للتيار المتناوب، إذا يرمز لمصدر التيار المتناوب بالرمز هذا، بحيث دائرة التيار المتناوب شلون يكون شكلها؟ هذا شكلها، واو، دائرة التيار المتناوب تخلون بها موجة، هذا مو حرف ان، عبالكم ان بالانجليزي، لا، وهاي هي اسلاك التوصيل، هيا به، وهنا شيء جبنا نخلي مقاومة، نخلي مصباح، شرد نخلي ساعتها هاي الدائرة ايش راح نسميها؟ راح نسميها، كتبوا انتم يمكم، راح نسميها دائرة تيار متناوب، تمام؟ هذا هو مصدر التيار المتناوب. اما لما نشوف دائرة بيها
شنو كلمة دائرة كهربائية طلاب؟ عرفها يمك. هي بالثالث المتوسط بالوزارة يطلبوها من عندهم. المقصود بالدائرة الكهربائية، الدائرة الكهربائية هي ذلك المسار المغلق، هي ذلك المسار المغلق، تمام، الذي تنساب خلاله الشحنات الكهربائية. لازم أكون مسار مغلق، واير ينبع من الموجب للسالب، مغلق لازم مقفول. إذن ها تعريفه، ما مطلوب منكم. كلمة دائرة كهربائية مو دائرة رياضية، لا، هي ذلك المسار المغلق الذي تنساب خلاله الشحنات الكهربائية. وتكمل التعريف، تحتوي على حمل ايا كان الحمل، مقاومه، مصباح، وبطاريه، واسلاك توصيل، ومفتاح. زين، اذا الذي يكتب يمه هاي دائره تيار مستمر لاحتوائه على مصدر للتيار المستمر. زين، شنو كلمه تيار مستمر بما ان احنا افتهمنا تيار متناوب؟ طلاب، اذا التيار المتناوب يتغير مع الزمن، المستمر لا، مو هذا الزمان المستمر ايش بيه؟ إذا هو مثلا هنقول 0 1 2 3 4 هنقول هو 5 قيمته، البطارية تنطيني تيار 5، هذا الخمسة طلاب ثابت، لا يصعد ولا ينزل، ثابت مستمر على الخمسة، مستمر مع مرور الزمن لا يصعد ولا ينزل، فسمي بالتيار المستمر لأنه مستمر على قيمة واحدة ثابتة هي نفس القيمة العظمى مالته. بينما التيار المتناوب لا والله، عنده قيمة صفر، وعنده قيمة لا قيم لحظية، وعنده قيمة عظمى، وعنده قيم لحظية، تمام، هذا لا فقط عند قيمة عظمى، فقط هي الثابتة نفسها العظمى. هاي تفاصيل كاملة، نجي هسه شوية حتكون أهون. صلوا بينا على النبي. إحنا اليوم شنو عندنا بهذا الفصل؟ عندنا شيء اسمه الفصل الثالث اسمه دوائر التيار المتناوب، دوائر التيار المتناوب، ماشي؟ زين، تفهم شنو يعني دوائر، يعني الدائرة اللي مصدرها تيار متناوب، ماشي. كيف يتم تمثيل هاي بالفصل الثالث التيار المتناوب والفولتية المتناوبة؟ صح، تجيكم تفاصيل أكثر. جواب، سوف يتم تمثيل الفولتية المتناوبة، سوف يتم تمثيل الفولتية المتناوبة بمتجه طوري. سهم يسمونه متجه طوري. طلاب، هسه فهمكم بمتجه طوري، هذا يعني هياته اللي يحب يسرع الفيديو عادي. شوف، هذا محور X وهذا محور Y. لسهولة التعامل مع الفولتية المتناوبة والتيار المتناوب اتفقوا على أن يمثلوهم بسهم. يتم التمثيل، يمثلون الفولتية بسهم، هذا هو السهم. هذا السهم شو اسمه؟ اسمه متجه طوري، أو اسمه متجه الطور باختصار. شو اسمه؟ متجه الطور. زين، شنو مواصفاته هذا؟ هذا المتجه محسوب بمسطره، محسوب بمسطره من الصفر 1 2 3 الى ايش قد قيمته العظمى؟ 4. زين، فيكتبون عند راس السهم في ماكس على اعتبار هي نهايه القوه، يعني الفولتيه العظمى تصير بالطرف، وباقي القيم شنو هي؟ قيم لحظيه، او مثلا هاي القيمه صفر، هاي قيمه لحظيه، هاي قيمه لحظيه، هاي قيمه لحظيه. شلون يحسبوها؟ يودوها على محور واي ويروحون يحسبونه محور واي ايش قد يعادل هنا، تمام. اذا محور واي راح يمثل، راح اكتب على محور واي الفولتيه الانيه. اذا محور واي راح ينكتب عليه الفولتيه الانيه، حتفهموني زين. والمتجه نفسه شو اسمه؟ في ماكس او الفولتيه العظمى. مسقط هاي الفولتيه تسقيطها على محور واي ينطيك القيمه اللحظيه في تلك اللحظه. زين، هذا المتجه الطوري ايش بيه؟ صانع زاويه ويا محور اكس اسمها ثيتا، واحنا الثيتا قلنا تساوي شنو؟ تساوي اوميجا تي، وحده وحده. اذا سريعا وبسرعه، سيتم تمثيل الفولتيه بمتجه طوري يسمى متجه الطور للفولتيه، سيتم تمثيل الفولتيه بمتجه طوري يسمى متجه الطور ايش؟ للفولتيه. عدته. اذا هذا شو اسمه؟ اسمك ايش اسمك؟ قال لي استاذ عن اسمي متجه الطور
قلت لكم بس اول محاضرتين شويه راح نطول بهن ونفصل والباقي سهل. اسمه متجه التطور للفولتيه، ماشي. نهايه هذا المتجه يعني اعظم شيء بنهايته شنو؟ هي الفولتيه العظمى. مسقطه في اي لحظه تسقيطه هناك شيء ينطي الفولتيه الانيه، حتفهمون كلامي. هذه يا محور، محور اكس. هذا المتجه لو نفرض انه هو كان منطبق على محور اكس ومتحرك عكس عقرب الساعه هيك رايح، فش صانع ويا محور اكس؟ صانع زاويه اسمها ثيتا، واحنا قلنا ثيتا تساوي اوميجا تي. هاي الزاويه اليوم طلاب لها اسم خاص، هي ثيتا تساوي اوميجا تي. هاي هنجي نعرفها اسمها زاويه التطور اوميجا تي. شو اسمها؟ زاويه، لازم كلها اوميجا تي كلها، لان هي مو ثيتا تساوي اوميجا تي. اذا هاي الاوميجا تي هي نفسها ثيتا، فمن تحكي على اوميجا تي كلها مره واحده تقول اسمها زاويه التطور. ليش اسمها هيك؟ هسه اقول لكم ليش. خل اعرفها، وهي الزاويه التي يصنعها متجه التطور للفولتيه. متجه التطور للفولتيه صانعها ويا من؟ صانعها مع محور اكس الموجب. اذا من هي اوميجا تي؟ هي الزاويه التي يصنعها متجه التطور للفولتيه ويا من صانعها؟ ويا محور اكس. حلو، حتفهمون في شوي. زين استاذ شنو كلمه تطور؟ افهم عزيز الطالب، افهم عزيزي الاثقل، ان كلمه تطور كلمه شلون نقول تصف، حتى سهل عليكم، تصف الموقع والاتجاه. والاتجاه هسه فهمكم طلاب. هذا متجه طوري. استاذ قول متجه هو قبل، ليش قول طوري؟ انا اقول لكم كلمه طور طلاب، الفيز، الفيز هو طور موجود بالاحياء وموجود بالرياضيات وموجود بالفيزياء وموجود بالكيمياء، طور الحاله وطور ما اعرف شنو وطور زين. احنا بالفيز مالتنا نطور، هذا شنو معناه؟ هذا معناه طور الحركه. هذا السهم مو متحرك مثل كان هنا وصعد تغير مكانه. حلو، احنا نقدر نسميه متجه فولتيه وقبل، بس هذا المتجه طلابنا مكانه كان على محور اكس. ركز على الكلمات، مكانه، موقعه، الموقع او الموضع او المكان كان على محور اكس، واتجاهه كان وين؟ نحو الشرق. نحو الشرق هناك وقام يتحرك، ايش غير؟ غير مكانه واتجاهه. خلوا ببالكم الاتجاه يتمثل بالزاويه، يعني من يحدد الاتجاه؟ الزاويه. يعني اذا اجيب منقله واحس اقيس الزاويه اقول هو ابتعد عن الشرق بزاويه هالقد، اذا الزاويه تمثل الاتجاه واحده واحده. اذا هذا المتجه، شوف هسه ما دا اقول طوري بس دا اقول هذا المتجه ايش دا يصير به؟ دا يغير مكانه واتجاهه. حلو، فاكو مصطلحين مهمات، المكان، الموقع، والاتجاه. فكلمه الطور تصف هذين الكلمتين، كلمه الطور تصف الموقع والاتجاه. فمن اقول لك متجه طوري يعني متجه يتغير مكانه واتجاهه، تمام؟ زين، يعني يتغير موقعه وزاويته، لان الزاويه تتمثل بالاتجاه. حتفهمون شوي شوي اكثر يعني، ماشي. بحيث انه هذا الرسم تعبيره صحيح. ليش؟ لا فدوه والله العظيم، هاي اساسيات، هاي المحاضرتين اساسيه في الفصل الثالث، راح يصير فول وما تضيعون من عنده لو درجه. تحملوا، صيروا ابطال، فتره العيد عطله ما اعرف شنو، ما حد يروح ما حد يجي. شو اسمه وحضر تام، فقعد اضبط الفصل الثالث، انا حستعجل بيه ان شاء الله. طلاب حعيد مره اخرى لغايه معينه، لانه اكيد شيء شغل جديد. اذا يتم تمثيل الفولتيه بايش؟ بمتجه شو اسمه؟ اسمه متجه التطور للفولتيه. يلا حعيد، سوف يتم تمثيل الفولتيه المتناوبه حتى يصير تعاملها سهل. هم متفقين لكي يتم التعامل بسهوله مع الفولتيه المتناوبه والتيار المتناوب، تم الاتفاق على تمثيلهم بمتجهات. إذا سوف يتم تمثيل الفولتية المتناوبة بمتجه اسمه متجه التطور للفولتية. شو اسمك أنت؟ اسمي متجه التطور، متجه التطور للفولتية. حلو، شو نخلي بنهاية هذا المتجه؟ نخلي بنهايته في ماكس، على اعتبار هو نهاية المتجه هي قيمته العظمى. هاي قيمة عادية، نهاية المتجه هي قيمته العظمى، معناها الفولتية المتناوبة. ايش وقت عندها اعظم قيمه؟ اعلى شيء هنا، فننطي القيمه العظمى لنهايه السهم. المهم قبل شويه قلنا
إنه الفولتية اللي تطلع من المولد، الفولتية الآنية الخارجة من المولد تساوي الفولتية العظمى، أو يمكن وصفها بأنها تعادل الفولتية عظمى والباقي، أو تتغير بين، شلون نقول الفولتية الآنية تتغير بين قيمة عظمى والباقي، عبارة عن تغير جي بي ساين أوميجا تي. خلينا نشوف هل هذا التعبير يحقق هذه المعادلة، على أي أساس هم يجون يخلون أو يعبرون أو يمثلون الفولتية المتناوبة بمتجه طوري. هسه فهمكم، يلا تعالوا خلينا نلم الحكي. أنت خليك متفرج هسه وركزوا. هاي هذا متجه الطور للفولتية، متجه الطور للفولتية يصنع زاوية مع محور اكس، يصنع زاوية مع محور اكس تسمى زاوية الطور، تسمى زاوية الطور. إذا هاي أوميجا تي هي زاوية الطور التي يصنعها متجه الطور مع محور اكس الموجب. ماشي طلابنا، بالخامس العلمي فدوى رحمة لوالديكم، بالخامس العلمي درسنا بالفصل الأول، ما حد يتذكر بس هسه راح أذكركم، المتجهات الفكتورز. والمتجهات طلاب علم كبير، يعني شلون نقول هسه بالرياضيات عندنا جبر الأعداد، يعني اكو شيء اسمه جبر يعني أرقام جبرية، واكو متجهات. فالمتجهات لها قوانين خاصة، يعني تريد تجمع متجهين عندك قوانين خاصة مو كيفك. راح أعطيكم هنا تمثيل، مثلا إذا عندنا هذا السهم اسمه A وهذا السهم مشمور هنا اسمه B، تدرون شنو قواعد الجمع مالتهم؟ يقول لك ضع، شوفوا هذا يسموها بداية السهم وهذا رأس نهاية السهم، زين، يعني هذا يسموه ذيل وهذا رأس. فقواعد حتى باختصار ما يخصنا احنا، قواعد الجمع مال المتجهات يقول لك ضع ذيل المتجه الثاني عند رأس المتجه الأول كما هو. يعني خلينا نعطيكم تمثيل اخر، مثلا هذا هو المتجه A، هذا هو المتجه A، وهذا هو، هذا هو المتجه B، مشمورات. قال لك اجمع جمع اتجاهي، شلون كان عندك 2 ب 4 شلون تجمعهن؟ بس اجمعهن يطلع ناتج 6. هذول لا، تجي تحسبهم بالمسطره او تثبت، تجي شلون تجمعهم ذولا؟ يقول لك ارسم المتجه الاول كما هو، ارسم المتجه الاول كما هو، رسمته كما هو، هذا رسمته. القاعدة الثانية تقول ضع ذيل المتجه الثاني عند رأس المتجه الأول، خليته هيات، هذا هو البي وهذا هو الـ A. شو تريدون هسه؟ اسحب خط مستقيم من بداية الأول إلى نهاية الأخير، إلى نهاية الثاني، من بداية الأول إلى نهاية الثاني. هذا الخط المستقيم خليه له سهم، سميه الريزلت، سميه النتيجة. مرة أخرى بسرعة بسرعة، تحملوني مرة أخرى. إذا عندك متجهين مثلا هذا الـ A وهذا الـ B، أو خلينا نقول هذا الـ A وهذا الـ B، اجمع المتجه A والمتجه B. القواعد عيدهم وياي، يقول لك ارسم المتجه الأول كما هو، رسمته كما هو، هذا هو الـ A. ضع ذيل المتجه، طبعا مع المحافظة على الاتجاه والمقدار، مع المحافظة على الاتجاه والمقدار، مع المحافظة على الاتجاه والمقدار. يعني شنو؟ يعني إذا هذا مثلا هو 5 سنتيمترات أو 3 سنتيمترات لازم تروح ترسمه 3 سنتيمترات، هاي بس هيك تذكير، تمام؟ وكذلك تعوفه نفس اتجاهه مو تتلاعب به. وكذلك الثاني تنقله كما هو من حيث المقدار والاتجاه، من حيث المقدار، وتخليه عند رأس الأول. إذا القاعدة تقول ارسم المتجه الأول كما هو، هذا هو المتجه A. ضع ذيل المتجه الثاني عند رأس المتجه الأول، هذا هو المتجه الثاني. اسحب خط مستقيم من بداية الأول إلى نهاية الأخير أو نهاية الثاني، هذا الخط المستقيم جريته تحط له سهم، زين ايش حيكونون؟ حيكونون زاوية ثيتا مثلا. شلون تحسبهم ذولا؟ يا أما تحسب النتيجة مالتهم، أنت مو جمعت الاثنين مع الأربعة طلع الستة، هذول ما ينجمعون جمع جبري، ما يصير تقول A زائد B، ما يصير حتى لو عندك قيمهم، لا شو تسوي؟ تجمعهم بهاي الطريقة، لأن ذولا عندهم زوايا طلاب، الأرقام ما بيها زوايا، هذولا بيناتهم زاوية 90 درجة، شوفوا، يعني هذا هذا وين وهذا وين، شوفوهم هذا وين وهذا وين، 90 درجة، مو هاي هاي. ففي علم المتجهات هيك تكون الآلية، نضع المتجه الأول كما هو، نرسم المتجه ذيل المتجه الثاني عند رأس المتجه الأول، نسحب خط مستقيم، هذا يسموه الريزلت النتيجة. شلون تعرف النتيجة؟ تعال بالمسطرة تحسبها، يطلع 3 سنتيمترات. إذا النتيجة الريزلت تساوي A زائد B، تمام؟ وتطلع النتيجة ايش قد من المسطرة. أو إذا ما تعرف يعني قالوا، بعدين هاي صعبة على الطالب، سووا
قالوا للطالب تقدر تستعين بدون مسطرة، شلون تحسب هذا الريزلت؟ هذا مثلث قائم الزاوية، طبق عليه الدوال المثلثية. شنو الدوال المثلثية؟ لحساب المقدار استخدم فيثاغورس. إذا ريزلت تربيع يساوي أي تربيع زائد في تربيع، هيجي. فإذا المدرس منطيك مثلا قيمة هاي وهاي، تيجي هاي زائد هاي وتجدر يطلع لك الناتج. أما إذا تريد تطلع اتجاه المتجه الجديد لازم تحسب التان. تان ثيتا تساوي المقابل اللي هو بي على المجاور اللي هو أي. فتخلي مثلا هذا كانت قيمته 4 وهذا 3، تطلع الزاوية 53. فتعرف هذا شو تعرف له؟ تعرف له مقداره واتجاهه. طبعا هو علم المتجهات علم قوي ومطول، فأنا ما أعرف، لو أدري بيكم تتحملون وعندكم خلق مستعد أفهمكم إياها كلها. المهم حتى نسوي نفس الفقرة، إحنا عندنا هذا اسمه متجه الفولتية، ماشي. متجه الفولتية هذا شبيه نهايته اسمها الفولتية العظمى، ومسقط هذا المتجه، مسقط المسقط مالته في أي لحظة على محور واي اسمه الفولتية الآنية. ما يصرح أكتب سهم هنا، بس هي تنقيط المفروض. هاي هي الفولتية الآنية. إذا الفولتية الآنية وين أخليها؟ على محور واي. زين، هاي اعتبروها تنقيط طلاب، يعني مسقط هيك. أو الفولتية الآنية خليها على محور واي، الفولتية العظمى. زين، صار ايش كم متجه عندي؟ صار شوفوا طلاب، يعني هسه هذا المتجه مال الفولتية، المسقط مالته على محور واي شو يسموه؟ المسقط مالته بعد ما حددته طلع لي سهم جديد بدايته من لهنا، شو اسمه هذا السهم؟ اسمه في انستانتينيوس. فصار عندي متجهين، هذا واحد وهذا واحد. ما يصير هيك، شو يقولون؟ او اسف 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 جدا، حتى تفهموني اكثر صلوا بينا على النبي وتحملوني هاي اخر مره، اكو طريق اسهل. جيب محور واي، جيب محور اكس، ارسم متجه الفولتي. رسمنا متجه الفولتي، هذا شو اسمه؟ اسمه الفولتيه العظمى. حلل هذا المتجه على محور واي وعلى محور اكس. عمليه تحليلك على محور اكس ما تنطيني شيء، اما عمليه تحليلك اذا وديك على محور واي حللك، ففي هذه النقطه راح تعطيني متجه جديد بدايته منا لهنا، في هذه النقطه متجه جديد بدون اسم، هذين طلاب اسمها المركبات الفولتيه العظمى. هاي المركبه اسمها الفولتيه الانيه، هاي لا تمثل شيء، هاي زاويه التطور. زين، عوف المتجه هذا، عوفه، هذول المركبات اجمعهم جمع متجهات طوريه، يعني اسف يعني ما اعرف، خايف لا تمليتوا من عنده. هذول المتجهين، هذا واحد متعامدين وهذا واحد، هذا ما له اسم هذا له اسم. انقل المتجه الثاني هذا عند راس المتجه الاول، هذا هو المتجه الاول، انقل الثاني عند راس المتجه الاول. نقلنا منه، ونقلنا المتجه الثاني اللي هو الفولتيه الاني. زين، تم جمعهم جمع اتجاهي، هاي زاويتهم، هاي هي المحصله مالتهم باعتبار. اوكي، ايش حنسوي هسه؟ نطبق الدوال المثلثيه. عوف فيثاغورس استخدم لي تان او ساين، خلينا نستخدم بس ساين. ليش؟ لان المعلوم هو بس المقابل اسمه في انستانتينيوس والوتر اسمه في ماكس، فالداله اللي تناسبنا شوفوا ساين ثيتا تساوي المقابل على المجاور، اذا او عفوا على الوتر، مقابل على الوتر، دالة الساين مقابل على وتر. شوفوا عوضوا، من المقابل في انستانتينيوس، انا ما اريد ادوخكم بهاي هسه، حتشوفون فائدتها وين. من الوتر في ماكس، وسطين في طرفين، في انستانتينيوس في واحد، في انستانتينيوس شو تساوي؟ في ماكس ساين اوميجا تي. طلاب انا اسف، المفروض انا ما سويت التفاصيل ما تحتاجوها، اثبتت انه الرسم هذا يعني يطابق هذه المعادله. المهم شو راح ندرس الفصل الثالث؟ احنا استاذ تعالينا بالخلاصه، طبنا بالمفيد، صلوا بينا على النبي. الفصل الثالث اسمه دوائر التيار المتناوب. ليش قالوا دوائر؟ لانه طلاب هنا راح ندرس احنا خمس دوائر. الدائره الاولى هي دائره تيار متناوب، هاي هي احنا قلنا رمز التيار المتناوب، المصدر مال التيار المتناوب، ماشي. هاي هي اسلاك التوصيل،
هاي الدائرة طلاب راح نربط بيها أول شيء مقاوم. إحنا خلال الفصل هذا مالتنا مقاوم، هذا المولد، هاي دائرة المولد. مرة راح نربط بيها بس مقاومة واحدة، مرة لا بس محث واحدة، مرة لا بس متسعة واحدة، ومرة كلهم توالي ومرة كلهم توازي. فراح يصير عندنا خمس دوائر بهذا الفصل. إذا كلمة دوائر التيار المتناوب معناها راح نبلش نشرح بالمسائل والقوانين. أول دائرة، أولاً اتذكروا حسمي كل مرة ترقيم، هسا هاي أولاً دائرة تيار متناوب تحتوي مقاومة فقط، وهذه المقاومة مقاومة صرف. أسألكم شو يعني، شو يعني مقاومة نقية، وأسفهمكم شنو نقية. إذا هاي الطلاب اللي قدامكم هي دائرة تيار شنو متناوب، تحتوي شنو مقاومة صرف فقط. حلو، هاي بيها مسائل هنبلش بيها. بسم الله، شنو يعني مقاومة صرف؟ يعني مقاومة نقية ما بيها حث ولا بيها أي شيء، فقط بيها احتكاك تام، بيها احتكاك تام مع التيار. أعيد، شنو يعني مقاومة صرف؟ يعني مقاومة خالصة نقية تستهلك الطاقة الكهربائية بالكامل. يعني لو فرضنا انه هاي المقاومه هي فعلا نقيه، لان هو ماكو نقيه، ماكو مقاومه نقيه 100%، بس هم يقولونها فرض بالفصل مالتنا. يقول لو فرضنا انه عندنا مقاومه خالصه نقيه جدا ما بيها لا حث ولا هاي، فقط مقاومه اوميه فقط تحتك مع التيار. فاذا كانت هاي المقاومه صرف يعني نقي جدا خالصه، فقط شغلتها مقاومه فقط ما بيها حث، فان الطاقه اللي راح تجيها سواء يعني الفولتيه والتيار او القدره اللي راح تجيها راح تستهلك فيها بالكامل. إذا مرة أخيرة، ماذا يعني مقاومة صرف؟ يعني مقاومة نقية خالصة تخلو من الحث وتستهلك جميع الطاقة الكهربائية المارة خلالها. ولكنها خلوها ببالكم، هذا شيء افتراضي، إحنا ماكو مقاومة هيك مواصفات، بس هذا كلام افتراضي إحنا نعتبرها موجودة نشتغل على أساسه. إذا أول دائرة راح نبدأ ندرسها هي دائرة تيار متناوب. يابه عندي شرح غير سهل المسائل مالتها، بس صبروا لي. شبيها هاي الدائرة مقاومة صرف. حلو، نجي هسه نطبع التفاصيل. المولد شي يدزلنا؟ يدزلنا فولتية وتيار. المولد شي يرسل؟ يرسل فولتية متناوبة وتيار متناوب. من هم راحوا وشافوا ماكو قدامهم غير بس مقاومة، إذا حنسميهم الفولتية عبر المقاومة، المرة عبر المقاومة والتيار عبر المقاومة. زين طلابي، قبل شوية ايش قلت لكم؟ قلت لكم الفولتية والتيار الخارجة من المولد، الفولتية والتيار الخارجات من المولد هم دولة. تدرون دولة شو يسموهم؟ يسموهم متفقين في الطور. شنو متفقين في الطور؟ طبعا انا اعترف خطأ انه انا وديتكم على هذا التفاصيل، بس هاي راح تفيدنا في مكان معين ما لكم علاقة بها. بس انتو يعني للحظة اللي وصلتوا بها لهاي وشفتوا لهنا افتهمتوا، لهنا انا شفتوا اكو حاجة خربطة. هاي انا بدي اشرح متوهوه بين انه اكمل لو لا، فغلطت انا هنا المفروض ما اكمل. فقلنا دوائر التيار المتناوب راح يتم تمثيل التيار المتناوب الفولتيه المتناوبه بمتجه طوري، يعني اقدر امثل الفولتيه واقدر امثل التيار. ماشي، هسه راح تشوفون شلون. بس انا حطفر على هاي الدائره وهنا اكمل احسن. اذا دائره التيار المتناوب المحتوي على مقاومه صرف، شو تقول اني رجعت هناك قلت لكم المولد، خلينا نوخر هاي على صفحه، اكتب هنا ملاحظة غاية الأهمية. وليكن معلوما أن المولد عند اشتغاله لما يشتغل يعطي فولتية متناوبة وتيار متناوب. اسمعوا ايش بيهم، متفقان في الطور. متفقان بيش في الطور، يعني لما تباوع الفولتية اللي طالع من المولد حتلقاها تتغير جيبيا مع الزمن، من تباوع التيار الطالع من المولد يتغير جيبيا مع الزمن. ف
فكلمة متفقان في الطور يعني متفقان في الاتجاه والموقع أو الموضع، متفقان في الاتجاه والموضع. إذن لو اعتبرنا هذا رسم التيار مع الزمن، وهذا رسم الفولتية مع الزمن، فنجد أنهم متفقان في الطور. زين، وكذلك مو بس هذا الرسم، وكذلك هذا الرسم، شوفوا احنا مو قلنا سيتم تمثيل الفولتية، خلوها ببالكم. راح يتم تمثيل الفولتية والتيار قلنا بمتجهات طورية. هنا راح أكمل. الفولتية يمثلوها بمتجه طوري، والتيار هاي الفولتية وهذا التيار، بحيث الفولتية ترسم ويا محور X زاوية اسمها زاوية التطور، هاي ناقشناها، والتيار يرسم زاوية مع محور X اسمها زاوية التطور، نفس الكيفية. نلاحظ أنهم نفس الكيفية، فيمكن دمج هذا المتجه مع هذا المتجه برسم واحد، كما يمكن دمج ذولاك الرسومات. هسه أفهمكم، شوفوا طلاب، بما أنه متفقان في الطور فأقدر أرسم الفولتية تتغير جيبيا مع الزمن وياها، من متفق وياها، والتيار أيضا متفق معها، هذا اسمه اتفاق، اثنيناتهم بادين من الصفر، اثنيناتهم صاعدين، اثنيناتهم نازلين، فهاي الفولتية والتيار يتغيرون جيبيا مع الزمن، فهذا يسموهم متفقين في الطور، ماكو فرق بيناتهم. هذا ما يعتبر فرق، ترى هاي المسافة اللي انا مخليه بيناتهم ترى ما يعتبر فرق، خلوه ببالكم. زين، اذا من حيث الرسم البياني، يسموه الرسم البياني الموجي، هذا اسمه رسم بياني، هم متفقان في الطور. من حيث الرسم الطوري، من حيث الرسم الاتجاهات الطورية، فراح يتم رسمهم هيك، ينطبق هذا مع هذا، نجيبه اثنيناتهم سوى، باعتبار هذا متجه الطور للفولتية وياه منه حتى يبين متجه الطور للتيار او العكس، هنقول هذا متجه الطور للفولتية عادي ماكو اي مشكلة، وهذا متجه الطور للتيار. اثنيناتهم صانعين نفس الزاوية مع محور X، بحيث انهم يعطون بنفس المعادلة. شوف، بنفس آلية المعادلات، شوفوا الفولتية الآنية الخارجة من ملف المولد تساوي V max ساين أوميجا T، والتيار الآني الخارج من ملف المولد يساوي التيار الأعظم ساين أوميجا T. حلو، هذول يسموهم متفقان في الطور، سواء كانت معادلات او متجهات طوريه او رسم بياني. علما هنا ايش تكتب انت ترسمهم رسم مضبوط؟ تقول على محور واي يذبذبون الفولتيه والتيار. ماشي، هذا شنو؟ هذا في حاله المولد لما توه مشتغل. ماشي، جينا احنا سوينا لصناها، لا ما لصناها، جينا ربطنا بطريق المولد مقاومه حتى نقول اليوم عندنا دائرة تيار متناوب. إذن اليوم عندنا أولا، مرة أخرى حتى يكون الكلام موجه ونمشي صح، دائرة تيار متناوب، وأريدكم تحافظون على الكلام راح أحكيه فد شوية أحسن ما أكتب، دائرة تيار متناوب اليوم عندنا تحتوي مقاومة صرف. يلا، شنو يعني مقاومة صرف؟ يعني مقاومة نقية خالصة ما بها أي تأثيرات أخرى، لا تأثيرات سعوية ولا تأثيرات حثية، تستهلك تستهلك الطاقة الكهربائية الداخلة إليها بالكامل. ماشي، وهذا الكلام يعتبر كلام مثال، يعني ماكو مقاومة لهالدرجة واصلة، بس احنا نقول شو اسمه اعتبار افتراضي. ماشي، اليوم ايش عندنا طلاب؟ بعد ما كنا نقول انه دائرة التيار المتناوب فارغة، وين كنا رسميها؟ رسمتها هنا، قلت هاي شو اسمها؟ دائرة تيار متناوب مثلا، او هاي دائرة تيار متناوب، شو راح نربط بطريق اليوم؟ حنربط بطريق هاي دائرة التيار المتناوب مقاومة. اذا اليوم عندنا اول دائرة، حنجيب المسائل مالتها غير سهلة كلش، دائرة تيار متناوب، احنا قلنا هاي الموجة معناها تمثل تيار متناوب،
هاي أسلاك التوصيل، تمام؟ هنا أنا بطريقة التيار المتناوب راح نخليه مقاومة. فالفولتية اللي يرسلها التيار أو العفو، فالتيار أو الفولتية الخارجة من المولد والتيار الخارج من المولد اليوم مش راح يلقون قدامهم، حيلقون قدامهم مقاومة. الله يستر. إحنا متفقين إنه المولد من يشتغل خطية ينطي فولتية وتيار متفقين في الطور، مثل ما شفناكم ياهم متفقين في الطور خطية أول بأول. زين، ولا يوجد فرق بينهما، لا يوجد فرق بينهما، ماكو فرق. حلو. فهل يا ترى هذه المقاومة ستعمل على تفرقة الفولتية والتيار؟ لا. اسمع اشرح لك. في حالة تربط مقاومة صرف في دائرة التيار المتناوب فإنها لا تعمل على تفريق الفولتية والتيار. تمام؟ بالعكس سيبقى الفولتية والتيار متفقان في الطور. تمام؟ في دائرة المقاومة، ولكن المعادلات راح تصير كالآتي. تقوم تسميها الفولتية الآنية المارة عبر المقاومة، إذا صارت فولتية عبر المقاومة وتيار عبر المقاومة. بس تغير المعادلة كالآتي. تسميها الفولتية الآنية عبر المقاومة تساوي الفولتية العظمى ساين أوميجا تي، والتيار الآني عبر المقاومة هيك تسميه. قبل كان اسمه الفولتية الآنية وقبل، والتيار الآني وقبل. لا، اليوم شنو؟ التيار الآني عبر المقاومة يساوي التيار الأعظم ساين أوميجا تي. شوفوا طلاب ما زالوا متفقين من حيث المعادلات، هاي مطلوبة من عندكم، إذن هاي معادلات. ومن حيث الرسم، من حيث الرسم هاي الرسومات عمي، هاي الرسومات، الرسم أيضا مطلوب من عندنا بالشرحيات. هاي الفولتية عبر المقاومة أيضا تتذبذب أو تتناوب جيبيا مع الزمن، ما صار بها أي إشكال، يعني المقاومة ما سوت لهم شيء. وهذا التيار أيضا شبيه يتغير جيبيا مع الزمن، يعني المقاومة ما سوت له شيء. حلو، ومتفق، ما زال متفق مع الفولتية. إذا هذا إيش مرسوم عليه؟ شوفوا بس هناك فرق. نقول هنا أنا مرسوم الفولتية الآنية عبر المقاومة ومرسوم التيار الآني عبر المقاومة يتغيرون ويتذبذبون جيبيا مع الزمن ومتفقان في الطور. أما لما تجي على الرسم الاتجاهات الطورية تقدر ترسمهم عندك رسمين طريقتين، أما ترسمهم مثل ما أنا هسه سويت هذا وتقول طبعا عادي كلش، تخلي الفولتية تخلي التيار ما يهم، يعني سواء كانت هاي الفولتية عبر المقاومة. طبعا في حالة الأسهم تكتب الفي ماكس والآي ماكس، يعني في حالة الأسهم هنا احنا قصدنا المقدار الأعظم للفولتية متفق مع المقدار الأعظم لمن؟ للتيار، لأن احنا قلنا السهم هو الفولتية العظمى والتيار الأعظم، ما يهم، حتتعودون على الرسم. واثنيناتهم صانعين نفس الزاوية اللي اسمها زاوية الطور، هاي لا تعتبر زاوية فرق طور وإنما تعتبر زاوية طور، هاي اسمها زاوية طور. فد شوية راح تجيكم زاوية اسمها زاوية فرق الطور، هذا محور إكس وهذا محور واي. تمام؟ أو تقدر ترسمهم ببساطة، الكتاب راسمهم مرتين، قال تقدر ترسمهم بدون هاي السوالف، قبل تجيبهم سهم واحد قبل هيجي للدلالة على أن الفولتية والتيار متفقان. شو وقت تصير التفرقة طلاب؟ التفرقة من تشوف أنه واحد متقدم على واحد، هيجي اكو زاوية بيناتهم، ماكو زاوية بيناتهم هم حاليا. عمي خليني أقول لكم، حكتب لكم هنا زاوية، اكو زاوية اسمها زاوية فرق الطور. زاوية فرق الطور اللي تفرق بيناتهم، زاوية فرق الطور في هذه الدائرة، في هذه الدائرة يعني بالمولد وفي حالة موجودة مقاومة، سواء كان بس مولد ما بي أي طرف أي حمل أو مولد وبي مقاومة، إذا زاوية فرق الطور في هذه الدائرة صفرا. وراح نرمز لها بالرمز فاي، عافية، لا حد يخلط بين فاي وثيتا. هاي زاوية فرق الطور شقد مقدارها اليوم؟ صفر. بينما زاوية الطور اللي هي ثيتا لا حد يخلط، هاي اسمها زاوية الطور، هاي زاوية فرق الطور اللي تصير بين الفولتية والتيار. خل أعرف لكم إياها، حيث أن زاوية فرق الطور، هاي تعريف حتى تميز بيها، هي الزاوية المحصورة بين متجه الطور للفولتية، شوفوا مكانها وين، ومتجه الطور للتيار. يعني من تجي تباوع هاي فولتية وهذا تيار، اكو احد مفرقهم؟ اذا ماكو، هنا زاوية صفر. بينما زاوية الطور لا،
شوفوا تعريفها شنو، انا عرفتها هي الزاويه التي يصنعها متجه الطور للفولتيه او التيار ايا كان ويا من، ويا محور اكس. ماشي، كل ما نمشي اكثر قدما انت هتفهم اكثر من عندي، يعني هتفهم اكثر واكثر. زين، نخلي التكمله على الدرس الثاني. تمام، تحيه طيبه.